الأصحاح السادس. ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟ فأجابهم يسوع: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟ وقال لهم يسوع: ابن الإنسان هو سيد السبت. وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في وسط المجمع. فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟ وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12، سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أسخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا.
وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم. وقال لهم يسوع هذا المثل: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.